بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بحب إن أنا أقول بعض الاستفادات اللي شفناها من رحلتنا لليبيا في هذه المرة. الرحلة دي ما كانتش الرحلة الأولى بالنسبة لنا شخصيا، كانت الرحلة الثانية وكانت الرحلة الرابعة أو القافلة الرابعة لجمعية الحقوق والإصلاح أصلح. الرحلة دي تتميز ببعض الأمور اللي أحب أقول فوائد منها في هذا اللقاء. أولاً إحنا طلعنا بالاشتراك مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي اللي هي في السعودية في الرياض، رتبت لنا الندوة مع قافلة أطباء عبر القارات. القافلة دي جت وقابلناها في اسكندرية وبدأنا الرحلة من اسكندرية لطبرق ومن طبرق لبنغازي. وشهدنا الحقيقة بعض المشاهدات الطيبة. أحب أقول من أولها إن إحنا لاحظنا إن هذه القافلة مميزة جدا بالإيمانيات العالية. الشباب اللي كانوا فيها وحتى كبار السن كانوا في لمحة إيمانية طيبة جدا، وكان في أحد الدعاة المعروفين في المملكة الشيخ صلاح الحمودي، وده شيخ من الشيوخ الأفاضل نحسبه على خير ولا نزكي على الله أحدا. كان دائم التذكير لنا بالله تبارك وتعالى، ودائم الدعوة إلى الله عز وجل، لا يتكلم إلا كلام فيه ذكر الله تبارك وتعالى، كان دائما صباحا ومساء، حتى لو ما كانش بيتكلم كلام عام، لو كان حتى قاعد مع أخ أو اثنين أو ثلاثة، أي حديث يتكلمه بيحاول دائما إن هو يكون فيه ذكر الله تبارك وتعالى حتى يكون كله حديث في حسناته. ده أمر طيب جدا انعكس علينا في الرحلة بالإيجاب، إن كل واحد فينا كان دائما محافظ على الأذكار، محافظ على الصلوات في الجماعة، بالأخص طبعا صلاة الفجر اللي كنا جماعة بنتواصل، ما كانش حد بيقوم الفجر إلا لما بيحرص إن هو يصحي جميع إخوانه ويصلي في جماعة. لاحظنا في هذه الرحلة التكاتف والتضامن والمحبة والإيثار، كل واحد كان بيحاول يكرم إخوانه سواء إذا كان عن طريق بعض الهدايا البسيطة أو بعض حتى الحلويات البسيطة أو كذا، المهم إن يحصل بعض الإيثار والعلاقات الطيبة، على الرغم إن إحنا كنا أول مرة نتقابل. رئيس البعثة كان الدكتور سعد الفقيه، سعد القرني معذرة. الدكتور سعد القرني ده استشاري جراحة معروف ورجل من الأفاضل نحسبه على خير، يعني نعم الأمير كان فعلا مسؤول بحق عن هذه الرحلة، يخاف على كل فرد من أفراد الرحلة خوفا شديدا، دائما كثير التذكير والتوصية بالإخوان، دائما يسأل عن الإخوان عن الإخوة جميعا، كان دائما يبحث بعينيه حتى لو ما كانش بيتكلم، يبحث في وجوه الإخوة حتى يعرف من هو غير الموجود، يسأل مين اللي مش موجود مين اللي موجود، دائما يجعل الأمور شورى، ينده علينا عشان نتشاور في الأمور، ما كانش ياخد قرار لوحده، يحاول دايما ان كل الرحلة تبقى على ما يرام. قابلنا بعض الشخصيات اللطيفة جدا والطيبة جدا، هم توليد عينيه مركزة، قابلنا دكتور ليبي، قابلنا بعض الاخوة الاطباء ايضا من او الفنيين من الاردن، وقابلنا طبعا اطباء من السعودية ودعاء الله تبارك وتعالى. لما تحركنا من اسكندرية اتجهنا الى مرسى مطروح، وبعد مرسى مطروح يعني قعدنا فيها الاول استراحة حوالي ربع ساعة، وبعدين اتجهنا بعد كده للسلوم. حصلت لنا بعض الاشكاليات على المنفذ لدرجة ان احنا اتأخرنا وما يقرب من 8 ساعات، وسبحان الله ال 8 ساعات اللي احنا اتأخرناهم على المنفذ كان ليهم تأثير كبير جدا على مصير الرحلة، لأن الثمان ساعات دول ربنا سبحانه وتعالى قدرهم، والرحلة ما دخلتش بنغازي بسبب الثمان ساعات التأخير. الثمان ساعات دولت كنت بشاهد إن جميع الأطباء والفنيين اللي موجودين في الرحلة
يعني مشتاقين جدا جدا جدا، لان كل حريص احرص ما يكون على تقديم الخدمه والنفع لاخوانه في ليبيا عن انه يبقى موجود في مجرد رحله. كانوش بيعتبروها رحله، كانوا بيعتبروها تضحيه. كل واحد كان رايح وعارف حساب انه ممكن ما يرجعش، وده انا شفناه في كل افراد هذه الرحله. ما كانش اي حد حريص على نفسه، كل واحد حريص على انه يقدم النفع لاخوانه، سواء اخوانه اللي معاه في الرحله او اخوانه في ليبيا اللي هو رايح اصلا عشان يقدم لهم النفع والخير على قدر ما يستطيع. اضطرينا يعني نقضي ما بقي من الليل، احنا ما كانش باقي من الليل بعد ما عدينا من الحدود اكتر من نصف ساعه، كان باقي نصف ساعه فقط على صلاه الفجر. استقبلونا بعض الاخوه اللي بيجينا من على الطرف الاخر، انزلونا في فندق في مساعد ليه على الحدود، بينا وبين تقريبا حوالي ما يقرب من 3 كيلو. حقيقة احسنوا الاستقبال واحسنوا الضيافه، جزاهم الله خيرا. ودي من ضمن الامور الطيبه والفوائد اللي دايما بنستفيدها في هذه الرحلات، بتتلاشى الحدود، تتلاشى المشاعر بالتفرقه بين المصري والليبي. لا، كلنا كنا حاسين ان احنا كلنا فرد واحد، كلنا حاسين ان احنا جنسيه واحده، كلنا حاسين فعلا ان احنا حاجه واحده. الاخوه احسنوا الاستقبال وما حسسوناش ابدا ان احنا اغراب، بالعكس حسسونا ان احنا اصحاب البلد. وانزلونا في الفندق واكرمونا الكرم عالي جدا. وكنا طبعا في هذا اليوم كان يوم الجمعه، صلينا الجمعه في مساعد، حضرنا خطبه الجمعه، يعني احسن فيها الخطيب الكلام عن شحن الهمم للدفاع عن الارض ضد هذا الطاغيه الذي يسمهم سوء العذاب، وتكلم عن الشباب اللي بيبيعوا نفسهم للطواغيت، ونصحهم في الله تبارك وتعالى ان هم يتوبوا الى الله، وان هم ياخدوا جنب الثوره والثوار اي جانب الحق، وان هم يضحوا بنفسهم في سبيل الله تبارك وتعالى، مش يضحهم باخرتهم على حساب دنياهم اللي هي تفنى وتزول ولن يبقى لهم الا الوقوف امام الله تبارك وتعالى. اتحركنا بعد كده قرب العصر، وصلنا لمدينة طبرق. أصروا في مركز البطنان التخصصي في طبرق، رئيس المركز أصر على استقبالنا وأصر على إكرامنا، وده برضه من الأمور اللي بنأكد عليها، يعني الإخوة اللي بين كانوا حريصين أشد الحرص على حسن الاستقبال وعلى الضيافة بشكل كان بيحرجنا حرج شديد جدا. مكتنا حوالي ما يقرب من ربع ساعة لتلت ساعة، كل واحد فينا حرص ان هو يكتب كلمة في الدفتر بتاع مركز الاطنان التخصصي في طبرق، كلمة حية كل واحد فينا، اللي حية الثوار، اللي حية التكاتف والتآلف الناس، اللي حية كرام اهل هذه البلاد ووفادة بلادنا. وبعدين تحركنا بعد كده في الطريق لبنغازي. كان قريب، كان الليل قرب يدخل علينا، وتوقفنا في الطريق علشان نصلي المغرب والعشاء الجمع الأخير. وحدث شيء طبعا غير مسار الرحلة، قابلنا بعض الثوار راجعين من أجدابيا، وأحدهم كان شديد الانفعال، منفعل جدا جدا جدا، يحمل سلاح خفيف. وسألناه ايه الاوضاع، اشتكى شكوى كبيره جدا ان يوجد كثير من الجرحى، جرحى مالين الشوارع ومش عارفين يخلوا الجرحى ويودوهم المستشفيات. ده كان شيء اثر فينا تاثير شديد جدا كبعثه طبيه اصلا طالعه، لان احنا لما نسمع عن جرحى يعني مليانين في يعني مليانين الارض في الشوارع، جرحى مش عارفين يودوهم مستشفيات داخل اجدابيا او خارج اجدابيا، الرغم ان اجدابيا بعيد 150 كيلو فقط عن بنغازي، وديت في الطرق في ليبيا ممكن تتاخد في ساعه فقط او اقل من ساعه حتى. كان بيتكلم بانفعال شديد جدا ان هم معهمش الا اسلحه خفيفه في مقابل دبابات وطائرات وعتاد قوي جدا للقذافي وجماعته. فاثر فينا الحقيقه تاثير بالغ جدا، وكاد يبكي وكاد يبكي الرحله كلها. الثوار قطعوا الطريق، وكنا ماشيين ساعتها على الطريق الصحراوي مش الساحلي،
وقالوا لنا لازم نغير الطريق، ما نروحش بنغازي من على هذا الطريق. اتصلوا بنا الاخوه في مدينه البيضاء، ودي سبحان الله من يعني المفترقات العجيبه، يعني الاتصالات اصلا كانت مقطوعه، سواء كانت اتصالات داخليه او خارجيه، احنا ما كناش عارفين نتصل باي حد اطلاقا، ولا عارفين نتصل باهلنا في مصر، ولا اللي من السعوديه عارف اتصل بالسعوديه، حتى داخل ليبيا نفسها كانت الاتصالات مقطوعه. ما جاتش الاتصالات الا يومها بالليل بعد ما قضينا ليلتين في الرحله، كانت اتصالات داخليه في شركه واحده فقط من الشركات بتاعت المحمول الليبيه. اتصلوا الاخوه بينا وقالوا لنا لازم نغير مسار الرحله ونروح على مدينه البيضاء. وكانت حجتهم بس ان هم عايزين يكرمونا وان احنا نتعشى معاهم، ولكن طبعا كان الامر بخلاف كده. وصلنا مدينه البيضاء متاخرا حوالي تقريبا الساعه 11 بالليل. وكان سبحان الله كان الطريق صعب جدا، كنا ماشيين في الجبل الاخضر وكان في مرتفعات ومنخفضات ومنحنيات خطيره جدا، وسبحان الله ربنا سبب ان كان في شبوره نزلت، وديت يعني اثرت طبعا، خلت الرحله السواقين يمشوا ببطء شديد، وكانت طبعا الناس قلقانه، يعني الناس كلها حريصه انها توصل بنغازي وقلقانين من تغير المسار، قلقانين من التاخير. البعثة قضت وقت طويل في المواصلات والسيارات والانتقالات من مكان لمكان، والهدف لسه ما اتحققش. وصلنا مدينة البيضاء تقريبا حوالي الساعة 11-12 بالليل. الإخوة أصروا إن إحنا نتعشى معاهم، وقبل ما أنسى أنا كنت راكب السيارة النقل اللي فيها الأدوية، وسبحان الله ربنا قدر إن إحنا نتوه عن بقية القافلة. انا والسائق اللي معايا تاخرنا قليلا بسبب الشبوره، فتونا عن القافله، والحمد لله ان كان الاتصال رجع، فالسائق اتصل باحد السيارات الاخرى وقال له انتوا وصلتوا فين، فعرف منه المكان. احنا عشان نوصل المكان دوت اتفاجئنا بمسيره كبيره جدا جدا، وشباب بيضرب نار في الهواء بيقولوا شعارات، فكنا بنحسب انها مظاهره، يعني استعجبنا انها مظاهره تبقى بالليل، لحد ما سمعنا الهتاف اللي بيقولوه الشهير هناك اللي هو دم الشهداء ما يمشيش هباء، فعرفنا ساعتها ان في شهيد بيجي، وكان حاجه كان هناك شهيدان، كان في 2 من الشباب الصغار قتلوا، نسال الله عز وجل ان يقبلهم في الشهداء، وديت كانت جنازتهم. كانت جنازه مساء وكانت جنازه كبيره جدا، حتى بسببها تعطلنا كتير ما عرفناش نوصل للفندق متاخر. طبعا يعني كل المشاهد دي كانت بتاثر علينا جدا نفسيا، ناس قتلى سمعنا عنهم على مسافات، ناس شهداء بيشيعوا، شباب منفعل يريد انه يقدم نفسه ويضحي بنفسه في سبيل انه ينال الحريه اللي هي تعتبر مقصود المقاصد الشرع الاسلامي. وصلنا الفندق اصروا برضو الاخوه هناك في مدينه البيضاء، وكان احدهم احد الاطباء من المدينه ديت هو اللي كان اصلا داعي للقافله انها تيجي، اصروا برضو ان هم يعيشونا في المدينه، وكان خلاص لابد من المبيت. طبعا البعثه استاءت جدا ان هيضطروا يباتوا ليله تانية بعيد عن الهدف اللي هم رايحينه، وخلاص ما كانش في ايدينا امر اخر. تاني يوم الصبح طبعا كان يوم السبت اللي حصل فيه التعدي والغزو لبنغازي، دخلوا من الجهة الغربية ودخلوا من الجهة الشرقية، واحنا بعد ما صلينا الفجر وجلسنا للإفطار اتفاجئنا بالأخبار. طبعا كلنا حزنا أشد الحزن، لان كنا متخيلين ان كان ممكن الضرب دوت يهدد مسار الرحله، وسبحان الله ده اللي حصل. جالنا احد الاطباء مبعوثين من جهه بنغازي، وقال للدكتور سعد القرني اللي هو مسؤول البعثه ان لابد ان البعثه انها ترجع تاني. الدكتور سعد حاول معاه كتير، ولكن كان الكلام مقتضب جدا، وقال للدكتور سعد رجاء البعثه لازم ترجع، وانتهى الوضع على كده. اتخذ القرار ان البعثه ترجع تاني.
طبعا جلس بعض الاطباء وبعض الفنيين، بعض حتى كان فيهم الاخ الاردني الاخ امجد رومان، يعني ده من الناس الطيبه جدا في الرحله ومن اصحاب النشاطات على الانترنت والبعثات الطبيه واللجان الاغاثه. المهم الاخ ده يعني اصر اصرار شديد جدا 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 على ان الناس دي جايه تضحي بنفسها وجايه تقدم خير وجايه تقدم دعم لاخواننا في ليبيا، فاحنا عايزين ندخل بنغازي مهما كانت التضحيات. ولكن مع اصرار الشباب او الناس اللي جم بنغازي خلاص انتهى الموضوع، وكانت تعتبر اوامر ان الرحله ترجع. وصلنا لطبرق مرة أخرى وأصررت إن أنا أرجع، واستأذنت من رئيس البعثة جزاه الله خيرا وافق، ورجعت بنغازي في اليوم اللي بعديه أنا والدكتور خالد الرفاعي ودكتور طارق صفاوي، وده دكتور ليبي المقيم في السعودية. أصررنا إن إحنا نرجع إحنا التلاتة، ورجعنا بنغازي بالفعل الحمد لله، ودخلناها مكسنا فيها ليلتين، شفنا فيها امور شديده جدا على النفس. جلسنا في مركز بنغازي الطبي، و يعني سبحان الله احنا في مدخل بنغازي حصل لنا موقف ما عرفناش نفسره لحد دلوقتي. اتفاجئنا بصوت يعني كالانفجار البسيط جدا وانبعاث دخان، وده كان على بعد ما يقرب من 25 متر فقط او 30 متر من السياره اللي كنا راكبين. اتفاجئنا ان دي تقريبا قنبله يدويه كانت بتنضرب، ما نعرفش بقى هي كانت مستهدفه السياره ولا هي جت ازاي، ولكن ده حصل. ولكن كان امر الحمد لله مر عادي جدا، ما كانش فيه اشكاليه، بالعكس يعني احنا كنا اربعه راكبين السياره اصابتنا نوبه من نوبات الضحك لان مستغربين الموقف. عدينا على بعض الاماكن في بنغازي، منها الساحه اللي بيصلوا فيها الجمعه والساحه المعتصمين فيها اللي هي قريبه من المحكمه ومقر مجلس الحكم الانتقالي. عدينا على مركز الصحه اللي هناك، جلسنا بعض المسؤولين اللي فيه، عرفنا بعض الاحتياجات اللي هم محتاجينها، وكانوا بيشتكوا طبعا من قله التنظيم ومن ان المعونات اللي جايه مفيش فيها تنسيق ومفيش فيها تنظيم، وده من الامور اللي احنا بنشدد عليها. المعونات اللي بتروح او الادويه اللي بتروح والاغذيه مفيش فيها تنسيق، اي حد بيجمع اي حاجه وبيروح، ما بيبقاش عارف بالظبط ايه المطلوب هناك. فيا ريت الناس اللي عايزه تروح تودي ادويه او معونات هنا في ليبيا يتصلوا ويعرفهم ايه النواقص بالظبط، بدل ما يبقى في تراكم لادويه معينه او اغذيه معينه على حساب الاحتياجات الفعليه لاهلنا. ودي نقطة استفدنا منها كويس جدا يعني. بعد كده انتقلنا لمركز بنغازي الطبي، كنا مساء، عدينا على كتير جدا 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 من حواجز التفتيش، استغربنا حواجز تفتيش كتيرة جدا، ضربت شارع جمال عبد الناصر الشارع الرئيسي مرنا فيه على كمية من الحواجز ما عرفناش نعدها، والشباب كان متوتر جدا لأن عرفنا إن بعدها بعد ما وصلنا المركز الطبي ان اللجان الثوريه شغاله في بنغازي شغل مش كويس، و بمجرد بس ما سمعنا عن اللجان الثوريه انها شغاله هناك ما كملناش نص ساعه ولقينا يعني شاب ليبي سنه في العشرينات جاي مضروب رصاصتين، رصاصه في رقبته ورصاصه في صدغه، واتفاجئنا ان الشاب دوت صباحا لما سالنا عليه وهل ده كان ضرب عشوائي ولا مستهدف؟ اتضح ان هذا الشاب كان مستهدف، ومستهدف لسبب واحد فقط، رسم كاريكاتير. الشاب ده كان رسم كاريكاتير مصور فيه ايد ضخمه ماسكه القذافي وهو كعقب في الاصبع، ومكتوب تحت الكلام دوت او تحت الرسم ده حافظ على نظافه وطنك. فاستهدفوا الشاب دوت وقتلوه عن طريق القنص ليلا. المهم ان هو اتقتل في مكان احنا كنا لسه معدين عليه، ما بقناش تلت ساعه او نص ساعه، فدي كانت من المفارقات برضو اللي احنا حصلت معانا في اول ليله لنا في بنغازي. حاولنا نعرف الاحتياجات اللي لهم في المستشفى ومن التخصصات، لقينا في نقص شديد
في التمريض بالأخص، نقص شديد جدا في التمريض، ونقص في جراحات الأوعية الدموية. وكان في دكاترة من دكاترة الجراحة العامة والأوعية الدموية لكن قليل، كانوا محتاجين صف كامل للطوارئ، دكاترة الطوارئ قليلين جدا، وبيعتمدوا على بعض الأطباء الشباب المتطوعين اللي الخبرة بتاعتهم لسه مش كبيرة أوي، ولكن بيدعمهم طبعا الأخصائيين والاستشاريين الكبار اللي معظمهم الحقيقة، ودي فايدة من الفوائد اللي شفناها هناك واتأثرنا بيها جدا، أطباء الليبيين اللي عايش منهم في نيويورك، واللي عايش في لندن، واللي عايش في سويسرا، كل دول سابوا البلاد الأجنبية اللي عايشين فيها وسابوا راحتهم وأموالهم ورجعوا بلدهم وتطوعوا لخدمة البلد. حتى أحدهم ده طبيب واخد الجنسية البريطانية بقاله سنين طويلة عاش في بريطانيا، كلمنا واحنا راجعين مصر قال يعني يا ريت أنا كنت حاجز من القاهرة، بس أنا لازم ألغي الحجز، استحالة أقدر أسيب بلدي والشباب بتوعنا في الوضع ده. قضينا الليلة الأولى في المركز الطبي في بنغازي، وحاولنا نقدم الخدمة قدر المستطاع، والحمد لله كان وجودنا يعني في بعض الدعم النفسي للناس هناك، ولكن هم أخبرونا إن إحنا وجودنا كمصريين وكمرتاحين هيضعنا على قائمة المستهدفين، لأن هو القذافي نسأل الله عز وجل أن ينتقم منه بيكلمهم وبيلقي في أنفسهم إن في أجانب جايين يجسسوا عليهم، وهو في بعض الحساسيات اصلا كمان في الفتره احنا وصلنا فيها بسبب الضرب اللي كان في بنغازي. تاني يوم برضو لقينا اشكاليه كبيره جدا، لقينا بعض الشباب جاي المستشفى ومضروب برصاص، وده برضو عن طريق القنص، وفي بعض تبادل اطلاق النار كان في الشوارع، وكنا بنسمع في بعض الاوقات تبادل اطلاق النار كان بيوصلنا لحد المستشفى. بعد كده لقينا الامور يعني الحمد لله ما هيش صعبه قوي، يعني هو بعض الحوادث المتفرقه ديت ما كانش سمت دائم، ولكن كان الناس بتشعر بعدم الامان، كتير من المحلات قافله صباحا ومساء، وده شيء كان بيزعلنا جدا، الناس مش عارفه تاخد تدور على اجزائها بسبب 150 او 200 واحد من اللجان السويه اللي بيعشقوا الارض فسادا وبيقتلوا الناس عن طريق القنص او ضرب النار غدرا لارهابهم، ودفعوهم دفعا ان هم يعادوا الثوار. لقينا اسر كثيره شافت بنغازي وراحت بلاد تانية، اسر بيوتها ضربت عن طريق القصر، فكانت مشاهد بتحزن. حاولنا ان احنا نروح لاجدابيا نساعد في إقامة مستشفى ميداني هناك أو نساعد في مستشفى، ولكن هم قالوا لنا صعب الدخول في أجدابيا لأن ما زال لسه الثوار واقفين على البوابة الشرقية ومش عارفين يتقدموا، والأمر غير آمن إطلاقا. رحنا على طريق أجدابيا قطعنا حوالي تقريبا 40 أو 50 كيلو، شفنا أماكن ضرب القوات الفرنسية أو الطيران الفرنسي للقوات القذافي. بصراحة أصلجت صدورنا بسبب إن لأن عدد كبير جدا من الآليات والمدرعات بتاعة الكتائب الأمنية للقذافي مضروبة، المدرعات ديت لو كانت داخل بنغازي كانت هتساوي البلد دي بالأرض، كانت مدرعات مش عدد مش قليل، الكتائب دي كتائب دموية جدا، كانوا في سيارات راجمات صواريخ عليها راجمات صواريخ كانت موجهة كلها ناحية بنغازي، ولكن الحمد لله كانت محبوبة. فمن الطرائف اللي احنا لقينا اهل بنغازي تقريبا كلهم خارجين بالسيارات وراكنين السيارات وقاعدين ياخدوا صور ويصوروا فيديو في هذا المكان. من الطرائف برضه لقينا سياره من السيارات المحترقه فيها شوكولاتات وعصائر وبعض الاكل والشرب والمعلبات، ودي طبعا كانت امدادات لوجستيه لقوات الكتاب الامنيه للقذافي. رجعنا بنغازي وقضينا بقيه اليوم، وبعدين قررنا في صباح اليوم التالي بعد قضاء ليلتين في بنغازي اللي احنا نرجع بعد ما الحمد لله ربنا قدر ان احنا شاهدنا هذه المشاهد واستفدنا هذه الفوائد، ورجعنا الحمد لله لأهلنا
بعد ما ربنا قدر ان احنا اتصلنا بيهم عن طريق هاتف من الهواتف الصغيره وطمنهم علينا. وبرضه في الرجوع قابلنا شاب من الشباب الليبي اللي كان معانا من اول الرحله. الشاب ده الحقيقه كان مضحي بوقته وجهده وبسيارته وانتقل معانا لاماكن كتيره جدا جدا. صمم ان هو يوصلنا من مدينه طبرق لما لحد منفذ السلوم حوالي مسافه 140 كيلو، مع انه كان قطع معانا قبل كده يجي تقريبا 1000 او 1500 كيلو رايح جاي من مساعد لطبرق ومن طبرق للبيضاء ومن بيضاء وهكذا. وصلنا وطمن علينا واصر ان هو ما يمشيش يرجع تاني ليبيا الا لما يطمن علينا. وبعدين الحمد لله دخلنا الحدود سريعا ووصلنا اسكندريه من اسكندريه للمنصوره. وبس يعني نقدر نقول كده ان احنا الحمد لله كانت رحله موفقه بشكل كبير جدا. الحمد لله حققنا فيها كتير من الاهداف، الحمد لله شفنا فيها كتير من المشاهد والامور اللي استفدنا منها على الصعيد النفسي او على صعيد العلاقات الشخصيه والعلاقات العامه. ونسال الله توفيق على ان يتقبل منا وان يجعل هذا العمل قوسا لوجهه وان يجعله في موازين حسناتنا وان ينصر اخواننا في ليبيا على التغاطي والظالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.